أولاً أتقدم بالشكر الجزيل لنيوز بليتس على المجهودات اللي كتقوم بها لصالح المجتمع المغربي. أولاً كان نرحب بالجمهور مدينة القنيطرة لمشاهدة مسرحية العيشوريات. العيشوريات مسرحية كوميديا هزلية باللسان الدارج من تأليف الدكتور إبراهيم الهنائي، وهو أستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، والآن راه أستاذ انتقل من المعهد ومشى جامعة القاضعيات بمراكش كقرية ما المسرح والتنشيط الثقافي. لإخراج للأستاذ عبد الطيف الدشراوي رئيس الفرقة الوطنية لمسرح محمد الخامس اللي مع الحاج محمد الجم ومع نزهة الركراكي وغيرهم. هذه المسرحية برلمان النساء، بحيث ان هذوك النساء اللي في هذيك المسرحيه داروا واحد الخدعه للرجال باش يحيدوهم من البرلمان ويدخلوا نساء في البرلمان بلاصه هذوك الرجال، باش الحاجه اللي بغوها يطبقوها على المجتمع لان البرلمان كل شيء فيه النساء. الا قالت وحده نعم كل شيء غادي يقولوا نعم، قالت وحده لا كل شيء غادي يقولوا لا. هذه هي الفكره عندهم الاساسيه. بينما كاتب مسرحيه العيشوريات مشى بعيد وخذ واحد الفكره تراثيه من التراث المغربي الاصيل، وهي العيشوريات. وكتكون هاد العيشوريات لدوك البنات واللي تزادوا في عاشوره كيكونوا قباحات وشريرات والتصرفات ديالهم نتنة والتصرفات ديالهم خبيثة. هادو هما العيشوريات اللي تزادوا في عاشوره. بينما مسرحية العيشوريات ملي كيدخل الواحد القاعة باش يشوف هاد العيشوريات ما كيلقاهمش، كيلقى نساء قوية، نساء مثقفات عالية، بحال عدة نساء كاينين عندنا راهم في البرلمان، راهم رؤساء رئيسات جماعات بحال فاطمة المنصوري بمراكش، بحال الدكتورة اسمعنا اللي خدت اكبر جهه على الصعيد الوطني وهي جهه الدار البيضاء رئيسة تما. وكذلك هذه المسرحيه فيها نساء كيهضروا على الحقوق ديالهم المغربيه اللي تقدمت من قديم وما بقاش فيها الجديد الى حد الساعه. ولهذا هذه المسرحيه كوميديا، وهاد النساء كلهم كيلبسوا بعض الاحيان لباس ديال الرجال وكيقلدوا لنا الرجال، وكتعود مراه كتحاور مع مراه اخرى هي دايره صفه ديال الرجل. هنا باش خالقين النكته، لان المسرحيه كوميديا من الدرجه الاولى. علاش؟ لان مصوره للقناه الاولى وقراوا القناة الأولى، قراوا الملف ديال المسرحية وطلبوا منا باش يصوروها. درنا معاهم عقد وصورنا المسرحية للقناة. فمسرحية العيشوريات راه كترحب بكم بالجمهور القنيطري الكريم يوم الجمعة، الجمعة 29
يوم الجمعة 29 أكتوبر على الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي بمديرية الثقافة اللي قريبة لسنتات شارع محمد الخامس بالقنيطرة. فمرحبا بكم وباسم فرقة مسرح الزهور وباسم الجمهور الكريم أتقدم بالشكر الجزيل لكل من هب ودب ومن مد لنا يد المساعدة من بعيد أو من قريب، كما أشكر الأستاذ يوسف المشرف على نيوز بليس على هذه المجهودات اللي كقوم بها، وشكرا لكم جميعا أيها السادة والسيدات.